وهذه الأوضاع اللي نحن عليها اليوم، تخيل وصلوا إلى درجة، إلى درجة عادوا اليوم فيما يسمى ببيان لوزارة الدفاع، تقول فيه أنهم ألقوا القبض على فلان الفلاني في بيرتوتا، وأن فلان هذا كان عنده حزام ناسف. ولماذا كان عنده حزام ناسف؟ قال لك كان باش يروح يفجر في الحراك يوم الجمعة. يعني قصة الأطفال نتاع قبل عشر سنوات ما يصدقوهاش. وهذه مش أول مرة، لكن يعاودوا القصص السيئة، الإخراج سيئة، الحبكة سيئة. يعني لو كان طلبوا من أي واحد يفكر بطريقة طريقة منطقية، كان ممكن يقول لهم لا لا، هذا ما يمشيش الموضوع هكذا، أو كيفاش يمشي، أو كيفاش تكذبوا. يعني هذا اللي لقاو عليه القبض قالك مش عارف اسمه بشير إلى آخره، حزام ناسف، وشنو وحده وش كان راح يدير؟ راح يفجر الحراك يوم الجمعة. يعني ما لقاش يفجر كاش وزير، ما لقاش يفجر كاش والجنرال، ما لقاش يفجر نهار الجنازة نتاع قايد صالح، ما لقاش يفجر نهار المرور تاع تبون ولا بوتفليقه قبله، وما لقاش. ويلقى هذا الشخص، يلقى فقط الشعب الجزائري الثائر المنتفض الذي يريد استرجاع وطنه وبناء هذه البلاد، يلقاه فقط هو ويروح يفجر فيه. مسخره، مهزله، يعني بؤس حتى في الكذب، بؤس. قالوا هذا الكلام، كانوا قالوه في بجاية قبل حوالي 3 شهور، كانوا قالوه من قبل في الـ في الـ التينال نتاع اللي قدام ساحة أودان والجامعة المركزية، نفق. وقالوه أنه كان سيحدث مانيش عارف في خنشل، وقالوه في تيزي وزو. كل مرة يجيبوا لنا قصة هك باش يخوفونا بالإرهاب. معناها عادوا إلى حكاية الإرهاب، معناها عادوا ما وكان كل ما يروح فريق، كل ما يتبدل مسؤول، يجي المسؤول اللي بعده يعاود يفكر نفس الفكرة، لأن نفس الشيء قاموا به في التسعينات. في التسعينات خلقوا الإرهاب، خلق، ودفعوا كثير من الشباب إلى حمل السلاح، دفع، وكانوا يسهلوا الأمور أو يضغطوا على الشباب حتى يهرب إلى الجبال، لأنهم كانوا. واليوم كنت في حديث أيضا مع أخونا رشيد مسلي، يقول لي أن العقيد اللي كان شاد سجن البوليدة، يقول له أحنا رانا متمنين هم يصعدوا الجبال، متمنين هم يرفضوا السلاح. لما دخل معاه هكذا في مشادة أو في نقاش حاد حول قضية معينة، وقال له أنه راهم يعتقلوا في الناس بدون، قالوا يعتقلوهم طبعا، ومن بعد زاد معاه قال له احنا متمنين هم يرفضوا السلاح. لما قالوا رشيد ممكن انه ممكن يرفضوا السلاح، قال له احنا متمنين هم يرفضوا السلاح. الارهاب صنيعه نتاع العصابه، يعني قاموا بالتهديد للحراكيين، للشباب، للحرائر واحرار البلاد، سجنوا احرار وحرائر البلاد، وما زال الكثير منهم مسجونين، وما زال الكثير منهم تحت الضغط، وكل يومين ثلاثة راح نحاكموك في الأسبوع الآخر، راح نحاكموك في شهر فبراير، واحد في شهر مارس، واحد مانيش عارف. يعني الآن فيه موجودين، كنت نشوف في ملف نتاع واحد الأفاضل اللي اعتقلوه منذ عدة أشهر وهو معاق، وهو مصاب، مازال مسجون. بعد هذا اللايف إن شاء الله سنضع، أو غدا سنضع عليه التفاصيل. سجنوا الناس، هدوهم كي اللي طردوهم الأعمال، يضايقوا الناس في الأعمال. الآن كنت قبل قليل كنت نشوف أن أبو فريق كانوا تقريبا قاطعين الطريق إلى العاصمة، يقطعوا الطريق إلى العاصمة، يقطعوا أوصال العاصمة وطرق العاصمة بالشاحنات وبالكاميونات وبالبوليس يخوفوا، يهدوا. ثم يقول لك لا، إرهابك راح يفجر نفسه. يعني هذا الإرهابي اللي راكم تزعمون لم يجد أي شيء يفجر فيه نفسه، لا مقر الحكومة العصابة، ولا مقر رئاسة العصابة، ولا جنرالات، ما يجدش، يجد فقط الشعب الفقير المسكين المستضعف يروح يفجر فيه نفسه. هاي نقولها لكم، نعاودها لكم، كنت قلتها لكم من قبل، إن أي عملية
إن أي عملية، إن أي تفجير يحدث في الجزائر، إن أي عملية إرهابية تحدث، إن أي عملية المسؤولين، المسؤول الأول والأخير ابتداء وانتهاء هم كمشة الجنرالات وكمشة المدنيين اللي معاهم. المسؤول الأول والأخير كنت قلتها لقايد صالح المقبور، قايد صالح قبل فترة، الآن المسؤول الأول والأخير هو شنقريحة وجنرالاته. المسؤول الأول والأخير عن أي تفجير يحدث في البلاد هو شنقريحة وجنرالاته، بل يكون هذا واضح. ونزيدكم شيء آخر، لا يوجد هناك إلا جماعة واحدة اللي راهي ما زالت تقول أنها جماعة إسلامية وتحارب في العصابة، وهذه الجماعة كانت قد أصدرت قبل حوالي 8 أشهر وتناقلتها بعض وسائل الإعلام على الأقل الخارجية، وقالت بأنها قررت قبل 10 أشهر أو يزيد، وقالت بأنها قررت أنها تكون في هدنة دائمة ما دام الشعب الجزائري في مظاهرات. وقالوا بصريح العبارة أن عندما يخرج الشعب الجزائري ويتظاهر من أجل حقوقه فنحن لا يمكن إلا أن نتوقف عن أي عمل مسلح في مواجهة النظام. إذن حتى الجماعة الوحيدة اللي ممكن تنسب إلى أنها جماعة إسلامية أقرت هدنة من جانب واحد، بمعنى أنه لا يوجد أي جماعة حقيقية يمكنها أن تقوم بأي عمل ضد الشعب الجزائري أو بأي تفجير، بل أنهم قالوا أنهم حتى ضد النظام لن يقوموا بأي تفجير. إذن والحال هكذا، ونحن نعرف طبيعة هذا النظام ونعرف عقليته ونعرف تصرفاته، فإن أي تفجير سيحدث فإن شنقريحة وجنرالات سيكون مسؤولين عنها. ولا تظنون أننا في التسعينات، هني قلتها من قبلها، هاكم رجعتونا ذرك إلى 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 خطاب ربما في حدة. رانا مش في التسعينات، راه فيه ملايين الجزائريين في الخارج، وفيه عشرات الآلاف من الجزائريين المنخرطين في المعركة اللي في البلاد مناضلين، جرت في عدة مدن. في بريكسل قبل في أول ديسمبر كان فيه آلاف الجزائريين، في باريس في أول نوفمبر الماضي كان فيها عشرات المناضلين، عشرات الآلاف من المناضلين، هذا إذا ذكرنا هذه العاصمتين فقط. والجزائريين الآن متوزعين على العالم أجمع، والجزائريين فيهم قانونيين وفيهم خبراء وفيهم سياسيين وفيهم مهندسين وفيهم أطباء وفيهم ديزانفورماتيسيان وفيهم دكاترة وفيهم حتى ناس اللي يشتغلوا مع الناسا. لن تستطيعوا أن تكرروا ما فعلتوا في التسعينات. أنصحكم خلوكم من لعبة الإرهاب لأنها مكشوفة، وغدوة ساعة تسمعوا من عند الشعب يقول لكم العصابة هي الإرهاب، دولة الحنوشة هي الإرهاب، المخابرات هي الإرهاب، الجنرالات هم الإرهاب، ستسمعونها غدا كما قالوها لكم يوم كنتوا تهددوا بالإرهاب قبل حوالي 4 شهور أو 5 شهور. لن تستطيعوا أن تخيفوننا أبدا، هذا الشعب يعرف جيدا أنه إذا اضطر أن يموت من أجل هذا الوطن سيموت، لكنه لن يرفع سلاحا وسيظل سلمي أبدا دائما، ولكنه سيظل مصر ومتحدي وقوي في مواجهة كمشة أفشلت البلاد ودمرتها، عملاق مخيد. عملاق مخيد. الجزائر كان ممكن تكون اليوم شيء يضرب به الأمثال، موقع استراتيجي، إمكانيات هائلة، إمكانيات بشرية هائلة، طاقة شبانية هائلة، إمكانيات مادية هائلة، مياه تحت الأرض، ذهب، أحجار كريمة، يورانيوم، غاز، بترول، حديد، نحاس. أوروبا على مرمى حجر في قلب البحر المتوسط، جيراننا كلهم إخواننا،
وإرث تاريخي لهذه البلاد، كان يمكن أن نذهب بعيدا. ما زلت خوف فينا بالإرهاب؟ هاني الآن توجه مباشرة للشنقري، حاولني نقولها لك، ستكون أنت المسؤول الأول وكمشة الجنرالات المحيطين بك، وإذا اضطررنا سنضع أساميكم، وقلتها من قبل وراني متحفظ لأني متمني أن تعودوا إلى عقولكم، لكن إذا لزم الأمر ستوضع أسماءكم وأسماء حتى أبنائكم اللي راهم في السفارات. وأستطيع أنت الآن شنقريح نقول لك أولادك أين هم؟ عندك بنتك في بريكسل وعندك ابنك في فرنسا، على أساس أنه ضابط في فرنسا، مش عارف وش يدير ضابط في فرنسا. وكل الجنرالات، ونعرف أين يوجد أبنائهم وأين يوجدون هم، فلا تلعبوا بالنار، كفوا عن تخويف الشعب، عودوا إلى رشدكم، عودوا إلى مهمتكم وهي في الثكنات. انتهى وقت التخويف، انتهى وقت القتل خلف الجدران. العالم اليوم قرية واحدة، إني الآن أتحدث وهم 22,000 يشاهدون على المباشر، رغم التضييق في الأنترنت، ورغم التضييق في الفيسبوك، ورغم التضييق في اليوتيوب. الأنترنت في الجزائر هي أضعف أنترنت في البلدان العربية، موريتانيا أفضل منا، الصومال أفضل منا، بل أن سوريا اللي في حرب وليبيا اللي في حرب أفضل منا. تخنقوا في الشعب خنق، تظنون أننا سنظل لسنوات نطالبكم؟ وجب التصعيد، إذا بقيت هاك وجب التصعيد. نحن نقترب من سنة، بعد 3 أسابيع من الآن تكمل سنة كاملة.